الرحمن الرحيم. نحن اليوم في 28/12/2012. طبعا نحن الآن في حقل التلك الذي كانت ترابط به قوات الأسد الغاشمة، والذي تم تحريره على أيدي الجيش الحر من كافة الكتائب والألوية، ألوية ريف دير الزور البطلة الباسلة. قلناها لك مرة ومرتين وعشر، يا بشار الأسد لا تعبث مع أبناء الفرات، لا تعبث مع أسود الفرات، تسونامي الفرات قادم، يا أهلنا في حمص ويا أهلنا في دمشق ويا أهلنا في حماة. نحن الآن في وسط في عقر دارهم، هذه هي كتائبنا تنتشر في كل مكان، وهذه هي عرباتهم التي غنمناها منهم. انظروا إليها، وأبطال الجيش الحر مرابطون في كل مكان. إذن نحن الآن في 28/12/2012، نحن في معركة تحرير حقل التلك الذي كانت ترابط به عربات ودبابات النظام الأسدي. تبا لك يا أسد وتبا لأسيادك الإيرانيين، الأرض هذه أرض الرافدين، أرض الفرات، لن تمسها لا أنت ولا أسيادك الإيرانيون. ونبشركم يا أهلنا في دمشق وفي ريف دمشق وفي حلب الشهباء وفي حماة بالفداء وفي حمص الأبية العدية وفي كل مكان من سوريا بأننا قادمون إليكم، وأن أبطال الجيش الحر من كل الكتائب ومن كل الألوية لقد حررت هذا الحقل بقوة إيمانها وعزيمتها، وعاشت سوريا حرة أبية، وعاشوا أبناء الفرات أسود الفرات. 28/12/2012 تم تحرير حقل التلك القادم فوق ريف دير الزور.